يوم دراسي احتضنته جامعة العقيد أحمد راية بأدرار بحر هذا الأسبوع حول موضوع المسارات المهنية. الهدف منه هو محاولة تمكين وتوجيه طالب الجامعة وتسليحه بالمهارات اللازمة لولوج سوق العمل. اليوم عقدت جامعة أدرار لقاء مع مركز المسارات المهنية وتابع لمنظمة غير حكومية، أبرمت معه اتفاقية مع هذا المركز، أبرمت معها اتفاقية قبل أيام، أين شهدت اليوم الجامعة إنشاء مكتب أو فرع لهذا المركز. مركز المسارات المهنية هو إحدى القنوات التي ستسهم في قابل الأيام في تكوين الطالب وإعداده للحياة العملية. المركز سوف يربط طلبة الجامعة بالعالم الخارجي، عالم الوظيفة. منظمة World Learning الأمريكية ومن خلال مراكز المسارات المهنية ستسعى لنقل الخبرة من داخل الجامعة الجزائرية وتمكين الطلبة من المهارات اللازمة خصوصا في مجال الاتصال في الوسط العلمي والاجتماعي. هدف هذه الزيارات هو إنشاء مركز مسارات من أجل توجيه الطالب الجامعي للاندماج الناجح في سوق العمل الجزائري من خلال الخدمات المقدمة على مستوى المركز. المنظمة متواجدة في الجزائر منذ 2005 من خلال اتفاقيات في عدة مشاريع مع عدة وزارات مثل وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة. الطلبة المشاركون في هذا اليوم الدراسي كانت لهم مداخلات وتجاوب كبير مع الموضوع. شرفني الحضور لأنه يفتح مجال واسع لجميع الطلبة في جميع التخصصات باش يدخلوا في هذا المجال، ليعطيهم معلومات أكثر في مجال العمل. مركز المسارات المهنية اليوم موجود على مستوى جامعة أدرار ليقطع بذلك الطريق أمام كل طالب جامعي يتحجج بقلة الخبرة وافتقار المهارة.